وكنا كتير محظوظين اللي شفنا أكتر من مها، أكتر من حيوان مها طليق في البرية، وكتير كتير قرب من السيارة واحد منهم، لدرجة إنه كان قد ما هو حلو كان بس بدي أمد إيدي وألمسه، كتير كان جعبالي بس ألمسه كان كتير مشجع لللمس، كتير كان حلو فعلياً حقيقة، كان حيوان جد جميل. Good wood for the make a fire for the Bedouins when they are. This one, it eating. هاي وغير محبب أنها يعني تأكل من قبل ال. هو العمل على برنامج سفاري المها الذي قمنا به اليوم، ولكن مع احتمالية مشاهدة هذه الحيوانات، لأنه نحن نتعامل مع حيوانات برية، فكما شاهدنا اليوم أو لاحظنا أنه هناك من المها العربي لم نستطيع مشاهدته. لقد شاهدنا الحمر البرية وشاهدنا المها العربي، ولكن الغزال لم نستطيع أن نشاهده، لأنه نحن في منطقة مكتظة بالأشجار والأودية، فمن الصعب في بعض الأحيان أن نشاهد هذه الحيوانات. وكانت هذه إحدى المراحل التطويرية في محمية الشومري للتركيز على برنامج سفاري المها العربي. As you see, there is a, here it's covered by basalt stone, it's volcano stone. إلا للأسف لما إحنا عملنا المسوحات وجدنا إنه ليس لصالح المها العربي يتم إطلاقه في الصحراء الأردنية، وذلك من أجل المشاكل التي تعرضت لها الصحراء من التصحر وقلة الأمطار وقلة الموائل اللازمة لهذا الحيوانات، لهذه الحيوانات الجميلة. يعني قريب منا. ويعتبر هذا الحيوان من الحيوانات النادرة التي انقرضت منذ فترة ليست ببعيدة في منطقتنا، لذا كان يجب علينا أن نعيد عملية إنتاج هذه الحيوانات في المنطقة وإعادة تأهيلها كأحد الحيوانات النادرة والتي لا نستطيع مشاهدتها في بلدان كثيرة، فقط نستطيع مشاهدتها في الإمارات العربية المتحدة وفي السعودية في الأردن وفي صحراء سوريا، لذا قمنا ببذل الكثير من الجهد والوقت والمال لتأسيس ما يسمى ببرنامج إعادة تأهيل المها، وحصلنا على عمل ناجح جدا وباهر.